زين. السلام عليكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالاصدقاء النزهاء الشرفاء الاعزاء. اشوف هادشي دابا شاه. هو شعل عندنا حنا هذا الطريد اللحم ولا هاد كوتليت دوفو غادي نديروها التشوى. إذن باش غادي نبداو، أولا غنبداو بالصوص اللي غادي نديروها فوق اللحم. عندنا القزبور حبوب، القزبور حبوب، والإبزار حبوب، والكمون تا هو هكا ما مدقوقش طبيعي. فوالا واحد شويه ديالاش ديال الزيت البلديه، الزيت البلديه المزيانه. فوالا طبيعة الحال غنديرو شويه ديال الملحه، الملحه هذه الملحه الحيه ها ملي كنخرجوها من هذا العرش هذه راه ملحه كتهرس وكتدق وكتولي هكذا ملحه مزيانه. فوالا هكذا طريبيا. الوغ غنقطعو هاد لاصوص ديالنا، ايوا غندهنو بها هاد طرف اللحم هدا هكذا. هاد لاصوص كتجي لذيدة ومزيانة وكترد اللحم واحد كتعطيه واحد النكهة خاصة. من الجهة الأخرى أيضا مع داك القزبور والكمون والإبزار رائع كيجي داكشي. واخا القضية سهلة، دابا شنو غادي نديرو؟ مباشرة فوق العافية وغناخدو لو غومارين، هذا لو غومارين ديال الجردة، لو غومارين وكنديرو فوق منو هكا كيعطي نكهة زوينة، وملي كيتحرق هنا في الفخر كيعطي الريحة مزيانة. نخلبو ونعاود نديرو من جهه اخرى. طيب نزيدو شويه من الملح هنا الى بغينا ان بتي بو. صافي وغادي نسدو عليه نخليوه يتهاوب على خاطرو، وهذه فرصه باش نتمنى لكم سنه سعيده 2021 من بعد ما فوتنا سنه 2020 وكان فيها الخير وكانت فيها اشياء حسنه. ونتمنى ان شاء الله سنه 2021 تكون خاليه من الامراض، وباش تكون خاليه من الامراض 100% نكون ان شاء الله في هذه السنه نتفوقوا على الرشوه، الرشوه اللي في الاداره العموميه كتهلك الاقتصاد الوطني وكتهلك المبادرات، ويعني تكون ان شاء الله هذه السنه هذه سنه تصالح مع النزهاء الذين همشوا من عملهم او تم عزلهم او مضايقتهم بطريقه او باخرى، حتى تتصالح الاداره مع خير اطر ديالها، والاداره ان شاء الله تنهض وتنوض، والسر ديال التقدم هو الاداره العموميه، راه ما كاينش شي سر اخر. وان شاء الله دابا شويه نرجعوا ثاني نشوفوا هذا فين وصل. سنه سعيده اذا، والى اللقاء، نرجعوا نشوفوا كيف وصل هذا الشيء هذا من بعد. هذا واحد جينا نشوفوا فين وصلت الحيمه ديالنا. اللي بغيت نقول لكم هو انا اللي درت هذه قدامكم غير باش نوريكم كيف كدار، ولكن حنا راه عندنا هذه ديجا بيان ماغيني من قبل، قبل ما دهنا فوق اللحم كي خصها تكون ماغيني بوندون دي زور اي دي زور، واللي مزروب كيدير لقا مغبره. انا دابا غادي ندير هذه اللي قديمه ماغيني نديرو بها شويه هاد البا حتى نقلبو ونعاود نديرو. صافي هذا هو. ايوا دابا شويه نتلاقاو بوغ لا ديغوستاسيون. اهلا
حطيتي واحد الشيء هذايا مزيان مزيان مزيان. احنا جينا نشوفوا هادشي. هذا وجد صافي سي بون. انا هذا وجد والدليل والدليل ها لا وجد مزيان اكسلون صافي. دابا غادي نهزوه قبل لا تجيبو صافي. فوالا هاكا ايوا دابا غادي نجيستي غادي ندوقو هادشي هدا. انا هدا جاي لا كومبانيا افيك هدا سميتو السلق. السلق كيفاش كيطيب هاد السلق هدا؟ السلق اللي كتعرفوه مع الفول يابس ملي كيكون كيتفزق ليله كامله وكيدار مع السلق بالفلفله الحمراء والكمون ومليحه سيتو. هذا كندوزو به رائع. ونشوفو هادشي كي جا هذا يلعب بسينيون طيب مزيان. حنا غادي نعطيو بعدا نصبقو هذا الطياف اللي عندنا هنا. هذا الطياف لونها ها يلا هذا هكا هلا. دابا حنا بوغ ديغوستي وبهذه المناسبه بحال اللي بديت قبل الهضره حيت كنديروا حنا حديث ومغزل بغيت نهضر لكم على واحد في القضيه ديال السنه الجديده. الله اكبر الله اكبر. واخا شويه ونرجعوا نكملوا. لونا هادي نشوفوا واش تاخذ. لا هادي ما بغاتهاش حتى عاد كلاو اللحم. دابا يغفز الخبز والفول وداكشي الاخر. لا كاين شي ما يتغمزوز ها داكوغ. ايوا حنا رجعنا. اللي قلت لكم قبل لحظات على ان هاد السنه 2021 ان شاء الله شنو بغينا فيها. انا نرجع لواحد المقاله كنت درتها 16 غشت 2019 خرجت الجرائد الالكترونيه الواسعه انتشار. يعني اش كنتمناو حنا لبلادنا من ضمن الاشياء اللي اقترحت؟ تقليص عدد الوزراء وقد تم، تقليص عدد الاحزاب وحصرها في 3 تكتلات، الغاء تقاعد البرلمانيين وقد تم اظن ولا في الطريق، اعتماد برلمان بغرفه واحده، اعتماد نمط الاقتراع الاحادي الاسمي في دورتين، تحديد الحق في سيارات المصلحه لحاملي السلاح وضع تقنية العاملين في الميدان وبيع ما تبقى من سيارات الإدارة في المزاد العلني. السابع نقطة إلغاء سفريات البرلمانيين ووزراء الموظفين الحكوميين التي لا تجدي نفعا وتقليص أعضاء الوفود المبعوثة إلى الخارج الضرورة الملحة فقط. حذف نفقات الترفيه في الوزارات وفي كافة المرافق العمومية، تحقيق المساواة في منح العلاوات للموظفين العموميين العاملين في شتى الوزارات والوكالات التابعة للدولة. يعني الموظف العمومي سواء خدم في هذه الوزارة ولا في الأخرى راه بحال بحال كيخصو يتقاضى نفس الراتب ونفس العلاوات ونفس الأشياء حيت ما كاينش وزارة أفضل من الأخرى على ما أظن. اعتماد مبدأ من أين لك هذا كإجراء إداري عادل بالنسبة لجميع الموظفين العموميين بجدية وصرامة وابتداء من تاريخ معين. اش من نديرو شيء لخبطة ابتداء من تاريخ معين يعني أن هذا من أين لك هذا غتبدا فواحد المنطلق وما تكونش عندها أثر رجعية. اعتمادا تاريخ اللي غنتفقوا عليه بهدف إعادة الأموال والعقارات والمنقولات عبر غير مبررة إلى خزينة الدولة. يعني إلا كان شي موظف كيتقاضى واحد الأجرة معروفة معلومة
وعنده يعني ثروة طائلة، ويعني ترى باين كيخصو مسؤول إداري أكبر منه يعيط له يقول له من أين لك هذا، والزايد يرجع للدولة صافي لا غير، الزايد يرجع للدولة باش الآخرين يترباو، ويبقى الإنسان غادي كيخدم كيعيش بالأجرة ديالو، إلا كاين شي دي بخيم ولا شي حاجة مع حقه ياخذهم من عند الدولة والأمور تولي مزيانة. وبلا هذا الإجراء هذا راه ما نديرو حتى شي حاجة، حيت الإدارة العمومية هي أساس التنمية، هي أساس التقدم والازدهار. إذا كانت الوظيفة العمومية بخير المغرب عنده مستقبل، إلا ما كانش الوظيفة العمومية بخير راه ما كاينش المستقبل، ومع الأسف هذا هو الحق. يعني اعتمادا من إلى هذا كإجراء إداري عادي بالنسبة لجميع الموظفين العموميين. طيب الاهتمام بجدية بمحضر تسليم السلطات بين رجال السلطة، رجال ونساء السلطة المتعاقبين على المناصب وهي ومن ملحقة إلى أخرى. وهادشي فايت كنت تكلمت عليه كنظن في واحد الشريط، على ان ما يمكنش رجل السلطه كيكون خدام كيجي لاخر وكيديروا بيناتهم تسليم الصولات، عندي جوج بيرويات وطابله وكرسي وقلم وستيلو ازرق وواحد حمر، هذا ماشي تسليم الصولات، هادو اللي كيتواجد في المكتب. لا، تسليم الصولات كيخصو يكون محضر الذي لا بد ان يشمل الى جانب الوضع الاداري داخل مقر العمل تفصيل وجرد جميع الاوضاع داخل نفوذ التراب المعني مع دراسه القائمه في الميدان من اسواق وبنايات عشوائيه الى السقوط ودور القصدير واحتلال الملك العمومي دون موجب حق الى اخره، وذلك من اجل تحديد المسؤوليات وضمان الترقيه للاجدر، يعني باش نعرفوا شكون اللي احسن من الاخر، شكون اللي كيستحق الترقيه وشكون اللي ما كيستحقش. بهذا تسليم الصلاه سلمتك واحد المقاطعه نظيفه، واش بقات نظيفه ولا زدتي في النظافه ديالها بجميع يعني او لو سختيها؟ اذا هنا نعرفوا واش استحق الترقيه او لا. عطيتك مقاطعه نقيه من دور القصدير، غادي تمشي في حالك من بعد 4 سنين عامره كل دور القصدير، اذا كاين رشوه كاين محسوبيه كاين مسائل اللي ماشي هي كيخص يعني ديك الساعات الحاسم في الامور هذه، اضافه الى بطبيعه الحال رجل السلطه غينتقل من مقاطعه لمقاطعه ديك لانك لك هذا ما يحتاجوش المحكمه اون سيلول، يعني في الاداره العموميه كتكون واحد الوحده مكلفه بهذا الشيء فقط. اجا سيدي خليناك عندك هذا المبلغ المالي في الحساب وخلينا عندك هذا العقار، فين وصلتي دابا؟ قدر يبرر مزيان ما قدرش يبرر، الزايد كتاخذ الدوله وهكذا دواليك بلا ضجيج بلا والو، داكشي يكون غادي انتي لا فورس ترونكيل. وضع لائحه المرشحين للحصول على ظهير تعيين في منصب عامل اقليم على بحث، وضع لائحه المرشحين للحصول على ظهير تعيين في منصب عامل اقليم بناء على بحث ميداني وبرنامج متكامل يعد من طرف مرشحين من اجل في اجل محدد، يعني اللي بغى يكون عامل على شي مدينه كيخصو يكون عنده مشروع وتقدم به للجنه مكلفه قبل ما يجي له ظاهره التعيين، ونعرفوا هذا السيد شنو غيدير في هذه المدينه ونحاسبوه بعد 50 ولا 6 سنين ولا 4 سنين على حسب. جيتي هنا هذه المدينه غادي تزيد بها القدام ها المشروع ديالك، ودابا شنو درتي؟ واخا في اطار التعيين ماشي ضروري تكون المحاسبه غير بالنسبه للناس اللي كيجيو عن طريق انتخابات، لا حتى في التعيين كيمكن نحاسبوا المسؤول حيت عنده سلطه كبيره، كيمكن يرقي المدينه العامل الا كان في المستوى، وبطبيعه الحال كيمكن ما يتوفقش. وهذا اقتراح يعني انا نعاودوا لكم، وضع لائحه المرشحين للحصول على ظاهر تعيين في منصب عامل اقليم بناء على بحث ميداني وبرنامج متكامل يعد من طرف المرشحين من اجل محدد، وهذه كنت شرحت هذه النقطه هذه في 2017 على ما اظن قبل هذا المقال اللي في 2019، فكنظن في جهه تكادير كانت ماشي ندوه مع الصديق العزيز والاستاذ الكبير الله يرحمه ويوسع عليه طارق السبعي. سن قانون يمنح الحاصلين على الجنسيات الاجنبيه من منصب وزير، سن قانون يمنع الحاصلين على الجنسيات الاجنبيه من منصب، يعني بغيتي تكون وزير ما تكونش عندك جنسيه اجنبيه او لا تخلى على الجنسيه الاجنبيه، هذا اقتراح من ضمنها. انهاء العمل بمفهوم خدام الدوله الذي يخول لبعض المحظوظين اقتناء عقارات الدوله بثمن رمزي، بطبيعه الحال هذا الشيء راه كيكون في اطار القانون، يعني عندهم الحق يشتروا ديك الدار ولا ديك الارض ولا ديك سميتو بثمن رمزي. دابا بغينا نوضحوا حد لهذه القضيه، حيت خدام الدوله كلنا خدام الدوله وماشي غير الناس النافذين في الاداره اللي خدام الدوله، راه حتى ذاك العون البسيط راه خدام الدوله حتى هو. وبالتالي في اقتراح انهاء هذا المفهوم ديال خدام الدوله يعني يقتنيوا العقارات باثمان بثمن بخس جدا. طيب والله اعلم
سن قانون يفرض شروط شرط الحصول على الاجازه او ما يعادل لمن يريد ترشح في انتخابات. بغيت ترشح انتخابات خصك الاجازه مثلا. نزول المستوى شويه حيت المستوى ولا هزيل بعض المرات في البرلمان كنسمعوا شي ناس كيتكلموا يعني. هذه 15 نقطه والله اعلم عباره عن مجموعه اجراءات اوليه عمليه سهله التطبيق والتنفيذ دون اي اضرار جانبيه. من شأنها القضاء على الحصول على الخمول والكسل والتواكل بصفة عامة وإعطاء نفس جديد للإدارة واسترجاع الثقة داخل المجتمع. 15 نقطة لو طبقت على الأرض الواقع على انتعاش الاستثمار وإصدار القطاع إلى آخره إلى آخره. و طبيعة الحال القضية ديال مع هذا محاربة الرشوة وأكثر وخاصة الصغيرة حيت الرشوة الصغيرة هي الوباء الكبير اللي كتعطينا الرشوة. الرشوة الكبيرة ما هي غير نتاج ديال الرشوة الصغيرة. دابا نتوسعوا في هذه القضية ربما حتى شي النفقات إلى آخره. وأهم شيء لا يمكن إصلاح الإدارة العمومية إذا ما عطيناش القدوة بالناس اللي حاربوا الرشوة وكان مصيرهم العزل أو التهميش أو الدحرجة إلى مرض ادنى. ما يمكنش حيت خصنا نعطيو العبره لهاد الموظفين وهاد الناس وهاد رجال السلطه وهاد الناس اللي كيشوفوا كيلاحظوا. اللي حارب الرشوه والفساد بحسن نيه ما بغيتوش تجازيوه، ما توقفوش على العمل وما تهمشوش باش يكون ديما قدوه للموظفين والناس الاخرين اللي كيكونوا في الاداره العموميه. وهكذا سنتحول من دوله نقولوا في طريق النمو الى دوله متقدمه بإصلاح الإدارة العمومية. بدون إصلاح الإدارة العمومية راه ما كاين حتى حاجة. لقينا واشي بقينا مدهيين في الهضرة ونسينا المهم. حنا نبقى دابا شتي دابا بردات خصنا نديوها تسخن عاوتاني. هادشي برد برد هادشي خصو يتكال سخون. بقينا مدهيين حنا في الهضرة هضر 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 ونسينا المويكلة ديالنا. دابا خليها هي بقات مزيان. لا 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 نسدو عليها نرجعو لها توتال. خلي خلي.